في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز C-130 وكاسا تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومي 5 و 6 من شهر إبريل الجاري لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.